السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطلبات الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم. معاكم مستر أحمد من مدرسة أجيال مصر الخاصة. إن شاء الله النهاردة هنراجع مع بعض في مادة الدراسات الاجتماعية، مراجعة على دروس الوحدة التانية، ملخص لدروس الوحدة التانية وأهم نقاط دروس الوحدة التانية اللي هي البيئة الصناعية. عندنا الدرس الأول يا شباب بيتكلم عن العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة. ايه يا شباب العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة؟ العوامل الطبيعية اللي هي الموقع والمناخ ومصادر الطاقة، ايه كمان؟ والمواد الخام الزراعية والحيوانية والمعدنية والصخرية. طيب العوامل بقى البشرية ايه هي؟ الأيدي العاملة ورأس المال والنقل والمواصلات والسوق المحلية والخارجية. تعالى يا شباب نشوفهم اهم العوامل الطبيعية والبشرية للصناعة. الطبيعية اللي هي الموقع والمناخ ومصادر الطاقة والمواد الخام الزراعية والحيوانية والمعدنية والصخرية، والعوامل البشرية اللي هي الأيدي العاملة ورأس المال والنقل والمواصلات والسوق المحلية والخارجية. طيب عايزين نعرف يا شباب ايه هي أهمية البيئة الصناعية. طبعا أهمية البيئة الصناعية توفير فرص عمل والقضاء على البطالة، هي كمان توفر العملات الأجنبية التي تسهم في زيادة الدخل القومي وترفع المستوى الاجتماعي والتعليمي. يبقى أول حاجة توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، تاني حاجة توفر العملات الأجنبية التي تسهم في زيادة الدخل القومي، هي كمان ترفع المستوى الاجتماعي والتعليمي. طيب ايه هي العلاقة بين البيئة الزراعية والصناعية؟ ايه هي العلاقة بين البيئة الزراعية والصناعية؟ طبعا توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية المواد الخام والأيدي العاملة والغذاء. يبقى توفر البيئة الزراعية للبيئة الصناعية ايه؟ المواد الخام والأيدي العاملة والغذاء. طيب البيئة الصناعية بتوفر ايه للبيئة الزراعية؟ الأسمدة والأدوية والأجهزة والآلات الزراعية. ننتقل لنقطة أخرى، خصائص سكان البيئة الصناعية. خصائص سكان البيئة الصناعية الاهتمام بالتعليم والمشاركة في النقابات العمالية ومشاركة المرأة في العمل. يبقى أول حاجة من خصائص سكان البيئة الصناعية الاهتمام بالتعليم، كمان مشاركة في النقابات العمالية، مشاركة المرأة في العمل. طيب عايزين نتكلم عن عادات وتقاليد العاملين بالبيئة الصناعية. طبعا العادات الإيجابية للعاملين بالبيئة الصناعية التعاون بينهم، احترام المواعيد، الانتظام في العمل. طيب العادات السلبية للعاملين بالبيئة الصناعية ايه هي؟ التدخين داخل المصانع، ترك المخلفات دون معالجتها. تعال نشوف كده الكلام ده في جدول عادات وتقاليد العاملين بالبيئة الصناعية. العادات الإيجابية هي التعاون بينهم، احترام المواعيد، الانتظام في العمل. والعادات السلبية التدخين داخل المصانع وترك المخلفات دون معالجتها. هننتقل الشباب للدرس التاني. الدرس التاني بعنوان الصناعة والمناطق الصناعية. تصنف الصناعة يا شباب حسب درجة تطورها إلى إيه؟ إلى صناعة حرفية. طيب إيه هي مفهوم الصناعة الحرفية؟ اللي هي الصناعات التي تعتمد على العمل اليدوي، زي إيه؟ مثل السجاد اليدوي. طيب وإيه كمان؟ صناعة بسيطة. طيب تعريف الصناعة البسيطة إيه؟ صناعة يتم فيها تحويل المواد الخام لصورة أخرى لتقليل حجمها أو وزنها، مثل حلق القطن. مثل حلق ايه؟ القطن. صناعة حديثة زي ايه؟ او ايه هي تعريفها؟ الصناعات تعتمد على الآلات الحديثة ويقل فيها الاعتماد على العمالة البشرية، مثل صناعة الآلات والسيارات. تعال نشوف الكلام اللي احنا قلناه ده يا شباب. او تصنف الصناعة حسب درجة تطورها لايه؟ واحد، صناعة حرفية اللي هي الصناعات اللي تعتمد على العمل اليدوي مثل السجاد اليدوي. اتنين، صناعة بسيطة
تعرفها، صناعة يتم فيها تحويل المواد الخام لصورة أخرى لتقليل حجمها أو وزنها مثل حلق القطن. 3. صناعة حديثة، صناعات تعتمد على إيه؟ على الآلات الحديثة، ويقل فيها الاعتماد على العمالة البشرية مثل صناعة الآلات والسيارات. هننتقل لنقطة أخرى، هنتكلم عن أهم المناطق الصناعية في مصر. أهم المناطق إيه؟ الصناعية في مصر. من أهم المناطق الصناعية في مصر أول حاجة العاشر من رمضان، إيه كمان؟ المحلة الكبرى، إيه كمان؟ 6 أكتوبر أو 6 أكتوبر، إيه كمان؟ حلوان ونجع حمادي وأسوان. طيب عايزين بقى نتكلم يا شباب عن أهم الصناعات المصرية. أهم الصناعات المصرية، أول حاجة عندنا الصناعات الغذائية مثل حفظ وتعليب الفاكهة، يبقى الصناعات الغذائية مثل حفظ وتعليب إيه؟ الفاكهة. تاني حاجة صناعة الغزل والنسيج مثل الملابس الجاهزة، صناعة الغزل والنسيج مثل الملابس الجاهزة. تالت حاجة الصناعات المعدنية مثل الحديد والصلب، ايه كمان؟ عندنا الصناعة الهندسية والكهربية مثل الثلاجات والأجهزة الإلكترونية، ايه كمان؟ عندنا الصناعات الكيميائية مثل الأدوية والصابون. هننتقل لدرس آخر يا شباب، والدرس الثالث بعنوان مشكلات الصناعة والبيئة الصناعية وكيفية التغلب عليها. المشكلات التي تواجه الصناعة في مصر، أول حاجة نقص الكوادر الفنية، كمان ارتفاع أسعار المواد الخام، انخفاض جودة المنتجات الصناعية، والتكلفة الزائدة لمصادر الطاقة، والتهرب الجمركي، وقلة إقبال أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار الصناعي. مشكلات البيئة الصناعية في مصر، أول حاجة ازدحام المدن وانتشار المناطق العشوائية، تاني حاجة استنزاف الموارد الطبيعية، تالت حاجة التلوث البيئي بسبب ايه؟ انبعاث الأبخرة والغازات من المصانع وإلقاء مخلفات المصانع في نهر النيل. هننتقل لنقطة أخرى، جهود الدولة لمواجهة مشكلات الصناعة. طبعا يا شباب الدولة قامت بالعديد من الجهود لمواجهة مشكلات الصناعة، منها تركيب مرشحات على مداخن المصانع، كمان نقل المصانع التي تضر بالبيئة خارج المدن، وقف الهجرة والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، والاهتمام بتطوير الصناعة، وإنشاء وزارة البيئة. طيب إيه هي مظاهر اهتمام الدولة بالصناعة؟ أول حاجة الانفتاح على العالم الخارجي، وفتح أسواق داخلية وخارجية جديدة، والاهتمام بالتعليم الفني والصناعي، ومحاولة تقليص حجم الواردات المصنعة من الخارج. وبكده يا شباب يبقى احنا رجعنا على الوحدة التانية، ودي يا شباب تدريبات عامة على الوحدة التانية، وعايزكم ان شاء الله تبقوا تحلوا الأسئلة دي، وانا ان شاء الله هبقى انزل لكم نموذج الاجابه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.